صراخات من الغياب، موت طفلين غرقا، حيث لم تتوقف الحوادث المأساوية عن شمالي البصرة. الثمن يدفع باستمرار، فالحادثة بسبب مشروع البنى التحتية المتعطل لأكثر من 8 سنوات حينما سقط في أحد أنهر الصرف الصحي، والنتيجة حادثة مفجعة وخسارة بشرية تعتبر مأساوية للغاية. أنا طلعت الأطفال اثنيناتهم، لما ما جيت دخلت الماء يعني كل شيء، يعني تقريبا نص متر، أقل من نص متر، تفاجأت النوب بعمق عجيب مترين أنا غطيت به. يعني هذا استهتار بأرواح الناس، ما أدري يعني الناس جاي الطالب كلها جاي الطالب وجاي تحكي، بس ماكو أي ردة فعل، أي ردة فعل ماكو لا من الحكومة. سبب وفاة أطفالنا الشركات المتلكئة اللي لازمة أعمار هورسعد. نعم. من يتحمل المسؤولية؟ والله يتحمل المسؤولية الشركة. من يتحمل المسؤولية؟ شركة السبب الأول، والثاني المسؤولين اللي على القضاء. لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، حيث شهد المشروع عدة حوادث مماثلة خلال السنوات القليلة الماضية، وتثير هذه الحوادث تساؤلات حول جودة التنفيذ ومراقبة السلامة في المشروع، وتظهر دور الفساد والتقصير في تلك العمليات. مشروع البنى التحتية اللي بدأ من شركة تيفروم إلى شركة الجدار الساند، والمشاكل الفنية في كل تفاصيله من التصميم وإلى حتى هذه اللحظة، وإهمال إجراءات السلامة مما أدى إلى وفاة 7 أشخاص خلال هذه الفترة، وهذه حقيقة تعتبر جريمة إنسانية، وفاة 7 أشخاص. ويوم أمس فاجعة كبيرة بوفاة طفلين بعمر 9 سنوات من منطقة حي الجمعة وقضاء القرنة، هذا حقيقة ما ممكن السكوت عنه. يظل تحقيق التقدم في مجال البنية التحتية أمرا مهما في مدينة البصرة، وعلى الجهات المسؤولة أن تتخذ خطوات عملية وفعالة لضمان تنفيذ هذه المشاريع في الوقت المناسب وبجودة عالية. التلكؤ في إنجاز المشاريع نتج عن وفاة طفلين في مناطق شمالية البصرة، لتتعالى معها أصوات المواطنين بمحاسبة المقصرين. من البصرة، مصطفى الشمري، التغيير الفضائية.